إديكيتور. أول حاجة الموقع الشهير بتاعنا اللي هو education.microsoft.com، دي أول خطوة عندنا في بداية الطريق مع مايكروسوفت. عامة انت لازم ان انت تبقى مسجل في الموقع ده اللي هو الإديوكيتر كوميونيتي، احنا بنسميه إديوكيتر سنتر أو الإديوكيتر كوميونيتي، واللي هو زي ما قلنا education.microsoft.com. المفروض ان انت بتعمل ساين اب وبتسجل على الموقع ده. طيب لو انت كنت مسجل على الموقع دون، المفروض ان انت عاوز ان انت تبقى MIEE، فبتدخل هنا على بروجرام. في من ضمن البروجرامز اللي موجودة في مايكروسوفت انوفيتيف ايديوكيتر بروجرام، فلما حضرتك هتضغط عليها هيدخلك على الصفحة دي. لما هتنزل هنا شوية هيديك كل حاجة خاصة بمايكروسوفت إديوكيتر، سواء مايكروسوفت إنوفيتر إنوفيتيف إديوكيتر أو مايكروسوفت إنوفيتيف إديوكيتر ترينر أو مايكروسوفت إنوفيتيف إديوكيتر إكسبرت. وهو ده موضوعنا النهاردة، إزاي إن أنا أحول من مايكروسوفت إنوفيتيف إديوكيتر لي إكسبرت، بقى إنوفيتيف إديوكيتر إكسبرت اللي هي MIEE. طيب فهنركز على ده، فهنبدأ ان احنا ننزل تحت وندوس على learn more. طيب هنا بيبدأ ان هو يقولك ازاي ان انت تلتحق بالبرنامج ده، او ازاي ان انت توصل للبادج، او ازاي ان انت توصل للقب MIEE اللي هو expert في الاخر. طيب هنا المفروض ان هو بيقولك انت عندك كذا خطوة. الخطوة الأولانية ان انت لازم ان انت تكون عامل ساين ان على الإديوكيتر كوميونيتي او إديوكيتر سنتر اللي احنا لسه متكلمين عليها دلوقتي، اللي احنا وصلنا للكورس ده من خلالها، لازم تبقى عامل ساين ان عليها. والخطوة التانية لازم ان انت تكون حاصل على الباج بتاع سيرتيفايد MIEE. طيب سيرتيفايد MIEE باخده ازاي؟ عن طريق ان انت بتروح وتاخد كورس من على الإديوكيتر سنتر بألف نقطة، لازم يكون بألف نقطة. يعني طب لو في كورس انت عاوز ان انت تاخده هو عليه 500 نقطة، يبقى انت هتاخد كده كورسين، واحد بخمسمية وواحد بخمسمية، لازم ان انت توصل لألف نقطة. اول ما بتوصل لألف نقطة على طول بيطلع لك الباج بتاع MIEE. طيب الخطوة الثالثة واحنا في طريقنا الـ MIEE، الخطوة الثالثة ان انت بتبدأ ان انت تعمل فيديو او بتعمل سوي. الفيديو ده بيكون عبارة عن دقيقتين، او بتعمل سوي وبتجاوب على الاسئلة اللي تحت دي. طيب الاسئلة هي عبارة عن ايه؟ ليه انت عاوز ان انت تبقى MIEE؟ المفروض ان انت بتوصف وبتتكلم في الفيديو او بتتكلم في السوي، انت ليه عاوز ان انت تبقى MIEE؟ ومفيش اجابة واحدة محددة، انت اتكلم براحتك، عبر عن اللي انت عاوزه فعلا. ازاي ان انت اثرت في مجال التعليم واثرت في زمايلك؟ ازاي ان انت استخدمت المهارات او التولز بتاعه مايكروسوفت في العمليه التعليميه وطورت بيها العمليه التعليميه؟ if you become an MIEE expert، لو انت اصبحت MIEE expert، how do you hope it will be impact your current role in the next 12 months؟ يعني ازاي ان انت لما هتبقى MIEE expert هتاثر وهتعمل تاثير ملحوظ على دورك، سواء كمعلم، سواء مسؤول اي تي، سواء مدرس عادي، في خلال ال 12 شهر، يعني خلال السنة كلها ازاي دورك ده هيكون مؤثر، هتضيف ايه للوظيفة بتاعتك. دي الاسئلة المهمة اللي لازم ان انت تكون مجاوب عليها في الدقيقتين الفيديو او في السوي. بعد كده بتضغط على السلف نومينيشن. الستارت هير هتبدا ان انت تكتب الايميل ادرس بتاعتك، بعد ما بتدخل الايميل والباسورد بيبدا ان هو يفتح ان هو عاوز البيانات بتاعتك، هتبدا ان انت تملاها.
بعد كده بتبدأ ان انت تختار انت البوزيشن بتاعك في المدرسة. واسم المدرسة بتاعتك. وتعلم بقى على الانفورميشن دي للسيلف اليمينيشن. وبعد كده هنا continue. هيبدأ ان هو يطلع لك اسمك والاكاونت اي دي بتاعك. لا عقبال ما وصلنا هنا انت كده لسه ما عملتش السيلف نومينيشن، خلي بالك عشان في ناس بتفتكر ان لحد الحته دي كده انت كده خلصت السيلف نومينيشن بتاعك. لا، انت بعد كده بعد ما تخلص البيرسونال انفورميشن اللي انت حطيتها هتبدا ان انت تعمل اد نيو سيلف نومينيشن. تبدا ان انت تختار ام اي اي اكسبرت، تقول له كونتينيو. هتلاقي البيانات بتاعتك جت تاني اللي انت كنت كاتبها من شويه، وتقول له برضه كونتينيو. السيلف نومينيشن، بصوا لينكد ترانسكريبت ده انت بتجيبه منين؟ وده مهم جدا. ده حضرتك انت المفروض ان انت سجلت على موقع الإديوكيتر كوميونيتي. احنا هنفتح تاني الموقع الإديوكيتر كوميونيتي education.microsoft.com. هتبدأ ان انت تدخل هنا على ماي بروفايل. في ماي بروفايل هتلاقي هنا فيو ترانسكريبتس، هتضغط عليها هتلاقي هنا فتح لك بي دي اف خاص بيك انت بكل البادجز اللي انت حاصل عليها من موقع الإديوكيتر سنتر. بصوا كل ده اللي خاص بيا انا، وعملت مثلا سكايب اسون قد ايه، كم مرة اخدت كورسات قد ايه، بكم نقطة، كل حاجة خاصة بيا على الإديوكيتر سنتر. هتبدأ ان انت تعمل له سيف للبي دي اف ده، هتعمل له سيف وتحفظه في مكان مثلا وليكن على الديسكتوب او في الداونلود. بتروح هنا على الوان درايف اللي موجوده على الاكونت بتاعك، وبعد كده هنا بتنشئ فولدر، وليكن الفولدر ده هنسميه ام اي اي اي، وهقول له كرييت اهو. هفتحه وهعمل ابلود للترانسكريبت اللي انا لسه عامله له داونلود. هبدا ان انا ارفعه. بعد ما بيكتمل الرفع بتاعه هنا ببدا ان انا اقول له شير، والشير ده هخليه anyone، مش كان edit، هشيل edit، anyone with the link can view، وهقول apply وهقول له كوبي لللينك. هاخد كوبي من اللينك وبعد كده اروح في التسجيل وابدا ان انا احط اللينك بتاع الوان درايف هنا في المكان بتاع اللينك بتاع الترانسكريبت. طيب هيبدا ان هو يقول لك هل انت معاك الام اي اي بادج؟ هتقول له انت حصلت على البادج بتاع الام اي اي اللي هو ب1000 نقطه. هتقول له يس اور نو، بس خلي بالك ان انت لازم تكون حاصل على البادج ده، وهو هيعرف الكلام ده من الترانسكريبت اللي انت رافعه هنا. تبدا ان انت تحط اليو ار ال بتاع البروفايل بتاعك على الفيسبوك. وبتجيب اليو ار ال بتاع الفيسبوك ازاي؟ انا هدخل مثلا على الفيسبوك كده، وبعد كده هفتح الصفحة بتاعتي أنا، هدخل على الصفحة الخاصة بي أنا، وبعد كده هاخد اللينك أو الرابط من فوق كوبي وأروح أحطه بيست. بعد كده اللينك بتاع التويتر بتاعك
لو انت عندك لينكد ان بروفايل برضه بتحطه. بعد كده is office 365 deployment in your school organization، لو انتوا عندكم اكونت مدرسه مديه ايميلات للمدرسين للاكونت بتاع 365 قول له yes، لو ما فيش يبقى قول له no. هل مدرستك بتستخدم تيمز؟ يعني تشوف بقى yes ولا no. لو طبعا يعني انتوا عندك اكونت 365 فاكيد هتكونوا بتستخدموا تيمز. السكول بتاعتك عندها ايماجين اكاديمي، ده ممكن تسأل فيها الاي تي بتاعتكم. اللي انتوا بتستخدموا في المدرسه الماينكرافت اديوكيشن اديشن، بتستخدموا السكايب في المدرسه ولا لا، بتستخدموا الاوركل ولا لا، دورك في المدرسة ايه، تيتشر بقى ولا ليدر ولا ايه، يعني انا هقدم على اي حاجة. الايجي اللي انت بتدرسه، انتوا المدرسة عندكم بتستخدم الون نوت ولا لأ، هل المدرسة بتاعتكم بتستخدم الون نوت ان ذا كلاس روم ولا لا، ايه الديفايس اللي انتوا بتستخدموها في المدرسة، طبعا يعني تشوف ايه هو اللي انتوا بتستخدموه. الستودنت بتاعتك بتستخدم الماينكرافت اديوكيشن اديشن ولا لا، هل انت دخلت امتحان من امتحانات الـ MCE ولا الـ MOS ولا الـ MTA، يعني شوف انت دخلت ايه وتعلم عليه. لو ما عندكش خلاص ما يعني عادي ما تعلمش، دي حاجة مش امتحان يعني، عادي عادي جدا. هل انت حصلت اخدت الكورس اللي احنا اتكلمنا عليه في اول الفيديو اللي هو بيكون من 1000 نقطة ولا لأ؟ بعد كده المفروض ان السوي اللي احنا اتكلمنا عليها في اول الفيديو برضه اللي هو 2 minutes، المفروض ان انت تكون عملتها وبتكون بتجاوب فيها على الاسئله دي، فالمفروض ان انت هتروح تاخد السوي هنا من كلمه شير في السوي وتقول له كوبي، تروح تحطه بيست. بعد كده هنا بتعلم بقى على الخانة دي ان انت هما يدخلوك على المايكروسوفت تيم جروب، تقول له continue. طبعا انت كده خلصت السيلف نومينيشن وهتستنى ايميل بيقول لك ان انت خلاص congratulations ان انت بقيت MIE. وهنا دي بقى البيرسونال انفورميشن، لو انت عاوز ان انت ترجع وتعدل اي حاجه ممكن ان انت تاخد يعني تاخد اللينك بتاع الصفحه دي، علشان لو حبيت ان انت تعدل اي حاجه تقدر ان انت تعدل بسهوله، علشان ساعات الناس بتنسى طبعا بتبقى عاوزه تعدل مش معاها اللينك فما بتعرفش تعدل. بالتوفيق ان شاء الله.